الرسمة اللي كل الناس محتارة فيها ومش عارفة ترسمها وبيسألوني ازاي تترسم، هعلمها لك دلوقتي بكل بساطة وسهولة. هتجيب قلم زي ده، تمام؟ قلم فورمستر، عايز تستخدم قلم رصاص مفيش اي مشكلة. بتبدأ يا معلم ببطن الكوتش، الكوتش من تحت، بتعمل خط منحني بالشكل ده، تمام؟ لحد كده الدنيا بسيطة. بعد كده بتكمل الخط ده بالشكل ده اهو، تمام؟ دي بطن الكوتش. هتعمل الجزء الثاني من الكوتش بنفس الدايرة دي، بنفس الخط ده، خط تاني زيه فوق، تمام؟ اهو تيجي هنا وبنقفل الخط ده من هنا بالشكل ده، بس كده. بتكمل الكوتش من فوق بالطريقة دي اهو، جزء كمان صغير جزء كبير. بعد كده بتطلع بالجزء بتاع الرباط اهو، تمام؟ طيب بعد كده بترسم الرباط اهو، ده الرباط بتاع الكوتشي. تمام؟ طيب دي الاخرام اللي بيخش فيها الرباط. هنا هنكمل الكوتش من الجنب التاني اهو، هنا هنعمل يعتبر كده الكوتش خلص، اخر حاجة هنعملها في الكوتش اهو، تمام؟ بعد كده هنرسم بقى البنطلون، طبعا بيكون متني تنايات زي دي كده من هنا اهو. خلص الكوتش من هنا، خلص البنطلون من هنا، نيجي على البنطلون من هنا نقفله القفلة بتاعته اللي من تحت دي اهي. نكمل برضو نعمل تنايات كأن البنطلون متني. ادي البنطلون خلص، كل حاجة سهلة وبسيطة. نغير القلم ده، نجيب قلم تاني. طيب بقى بترسم ايه بقى؟ بترسم الجنب اللي انت شغال عليه ده، بتعمله كأنه حجارة ومتكسرة، تمام؟ هنرسم، نبدأ مثلا من هنا، تمام؟ من هنا اهو نعمل كأن دي حجيرة اهي مكسرة. ده تالت حجر، حجر كمان، كل دي شروخ، شايف؟ كل دي شروخ في الحيطة. ده بقى فراغ، الجزء ده فراغ، هلونه باللون الاسود، تمام؟ هرسم بس هنا حجاره متكسره كده. طبعا الحجاره دي بتترسم بشكل عشوائي خالص، فارسم الشكل اللي انت عايزه، حجر على حجر، حجر تحت حجر، المهم ترسم شكل عشوائي وتلقائي عشان شكله يطلع كويس. طيب هنا بقى بنعمل ظل للكوتش ده، الكوتش ده طبعا كسر الحيط وعدى من الحيط وهو دلوقتي جوه الحيط، فبنعمل له بقى ظل على الحيط من هنا كده بنفس الشكل تقريبا اهو، نفس شكل الكوتش كده. انت خلصت التخطيط بتاع الرسمه دي. طيب دلوقتي هنبدا في التلوين. اول حاجه عايز انصحك بيها ان انت لما تيجي تحدد اي لون تستخدم فرشه زي دي اللي هي مشطوفه كده دي، التحديد يعني في خط زي كده وهتحدد عليه، هتمشي عليه، تمام؟ وهنستخدم لون احمر كده، هنستخدم فرشه معينه ولون معين. اي تفاصيل بقى عن الادوات او الخامات اللي انا بستخدمها دي هتلاقيها مكتوبه في صندوق الوصف تحت الفيديو بالتفصيل. وهتبدا في التلوين بالجزء ده اللي هو الاحمر ده. ده بقى لازم يكون معاك طول ما انت شغال علشان هنستخدمه كتير في الرسمه. ده مسدس رش وجواه لون اسود، هنعمل دلوقتي شويه تظليف في اللون الاحمر ده، خليك معايا في الخطوات.
بنفس المسدس برضو بس جواه لون ابيض المره دي، وهنعمل الخطوه دي. بس خد بالك لازم تشتغل بشكل خفيف جدا، لان احنا بنعمل تغبيره خفيفه، ما بندوس جامد على المسدس. الاماكن بقى اللي احنا ما عملناش فيها اسود بنفتحها شويه باللون الابيض، سنه بسيطه خالص. بعد كده فرشة حلوة صغيرة زي دي، وهترسم شوية التفاصيل باللون الأبيض. تمام، لون أبيض أهو، هترسم الأماكن بتاعة الرباط والفتحتين دول والمكان الطويل ده. بص، الخطوة اللي جاية دي خطوة واحدة بلون واحد بس، هستخدم فيها ثلاث فرش. أول حاجة هستخدم فرشة صغيرة خالص زي دي علشان التفاصيل الصغيرة. تاني حاجة هستخدم فرشة زي دي اللي أنا قلت لكم دي بتاعة التحديد، تمام، عشان أحدد بيها. تالت حاجة هستخدم فرشة كبيرة زي دي عشان أملى بيها المساحات الكبيرة. هنشتغل دلوقتي باللون الأسود، هنعمل شوية تفاصيل في الكوتش ده، فركز في التفاصيل اللي هعملها. بعد كده فرشة صغيرة، وهنعمل الرباط بتاع الكوتش ده باللون الأزرق، وهنحط الظل والنور بنفس الطريقة اللي هنشتغل بيها دلوقتي. وزي ما قلت لك المسدس واللون الاسود هتحتاجهم على طول طول ما انت شغال. هنعمل ظل خفيف في الداخل هنا عند الرباط من جوه. بنفس الفرشه وبنفس اللون الازرق ده، وهنعمل شويه تفاصيل هنا في المكان الفاتح ده. دلوقتي بقى هنستخدم فرشة التحديد، تمام، وهنستخدم برضه فرشة كبيرة
وهنعمل الاماكن السوداء اللي هنا دي، اي مكان ما فيهوش حجر ما فيهوش رجل البنطلون دي هنعملها باللون الاسود. بالفرشة الصغيرة وهتحاول تعمل الشروخ الصغيرة دي. بعد كده هنلون رجل البنطلون دي باللون الأزرق، هنلونها كلها سادة وبعد كده هنعمل التفاصيل بتاعتها. زي ما قلت لك ده هنحتاجه كتير، مسدس رش اللون الاسود، وهنعمل تأثيرات في اللون الازرق في رجل البنطلون عشان تبين التنايات والكلام ده. كمان هنيجي عند اخر البنطلون من فوق هنا وهنحاول ندرج الاسود على الازرق. هنكمل بالظبط زي ما عملنا في الكوتش، عملنا بالاسود وبعد كده جبنا اللون الفاتح، عملنا التأثيرات باللون الفاتح، هنا برضو عملنا بالاسود وهنجيب اللبن الفاتح لون لبن فاتح وهنعمل التأثيرات اللي باللون الفاتح. بعد كده هنحط على الباليتا لون ازرق اللون الاساسي، وهنحط اللون الاسود واللون الابيض وفرشة صغيرة كده، وهنعمل شوية تفاصيل في البنطلون بالشكل ده. طيب دلوقتي هنلون اخر عنصر اللي هي الحجاره المكسره دي، هندي لها اللون الاساسي بتاعها وبعد كده هنعمل باقي التفاصيل. كمان الخطوه دي متاح فيها انك تعمل حجاره تانية او تغير شكل الحجاره. الخطوه اللي جايه دي هنستخدم لون اغمق من لون الجنب الاساسي اللي هو ده، وهنعمل بيها سمك للحجاره دي. السمك بتاعها هنعملها بلون غامق، ولكن خد بالك هنعملها من اتجاهين اتنين بس، من تحت ومن على اليمين. من تحت يعني شوف الحجر ده بعمل له السمك بتاعه من تحت من هنا اهو، من على اليمين من هنا اهو، ولكن هخليه عريض شوية بالشكل ده.
وزي كل الالوان جبنا اللون البني وجبنا معاه الاسود والابيض عشان نعمل تفاصيل بالفتح والغين. كمان احنا عندنا اجزاء عاليه واجزاء واطيه، ممكن الاجزاء العاليه دي ادي لها لون تاني كده من فوق بس، من فوق بس هفتح الدرجه البني دي شويه بالابيض وهعملها من فوق بس كده اهو. اخر خطوه هتعملها في الرسمه دي هتعمل تظليل الكوتش والبنطلون اللي احنا محددينه ده، تمام؟ هنعمله بايه؟ هنعمله بلون اغمق من الجنب اللي احنا شغالين عليه، هتغمق لون الجنب اللي انت شغال عليه شويه وهتعمل بيه الخطوه دي، وهتعمل ظل كمان لكل الحجاره الطايره اللي هي الصغيره دي. كده خلص الفيديو، ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وشير وتتأكد انك مشترك في القناة، وزي ما قلت لك اي معلومة هتحتاج تعرفها هتلاقيها مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. مستني اشوف رأيك في التعليقات واشوفكم الفيديو التاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.